Nella nostra osservazione, con la mia che tutto lo conforme a quello che abbiamo. Allora, proviamo a vedere il rischio. La sortita. الحمد لله، داخل هذا المركز الطبي كل المرضى سواسية، لا أحد يشفق على أحد ولا أحد ينظر لأحد، لكن خارج أسوار المركز الأمر يختلف، والعقول تختلف، والوعي يختلف، والنظرات تختلف كذلك. أحبتي مرحبا بكم فيديو جديد، واليوم أكيد اللي متابعين القناة ديالي من الأول عارف المكان اللي أنا فيه، فأنا ومرة أخرى في المستشفى، يعني في المركز الطبي للترويض هنا في بادلونا بنواحي برشلونة. أنا وياسمين اليوم عنا يعني موعد مع الطبيب، وكما كتعرفوا من حين لآخر كنحط فيديوهات على يعني التحركات ديالي مع بنتي للمستشفى، او يعني بحال هكا، لانه صراحة هذا هو المحتوى الرئيسي للقناة، وهو بنتي وكاع جميع الناس اللي بحال بنتي وجميع الناس اللي كيعيشوا نفس الظروف ديالي، يعني ذوي الاحتياجات الخاصة. فتحية كبيرة لهذه الفئة اللي صراحة أنا كنحترمها بزاف، لأني أنا أم وكنعيش مع بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، فتحية لهم كبيرة لوليداتي والأخوات ديالي أو الإخوة ديالي من ذوي الاحتياجات الخاصة. أحبتي صراحة في كل مرة كنجي لهذا المركز وكنشوف يعني بزاف ديال الحالات، والله كنحمد الله على اللي عندي أنا، وكنحمد الله على نعمة الصحة، ويعني سبحان الله، يعني باش الإنسان مزيان يزور المستشفيات ويشوف بعينيه وهكا كيتعلم يعني يقدر نعمة الصحة والعافية. والله أحبتي الصحة والعافية هي أغلى وأثمن حاجة يعني في هذه الدنيا. صراحة هذا المركز هو بريفادو، يعني بريفي، يعني صراحة هو مكلف جدا، لكن هنا الدولة يعني كتعطي مثلا كتقبل بعض الحالات، يعني كل صراحة غير زهر يعني باش تدخل هذا المركز هذا، يعني ما انا صراحة عمري ما قلت يعني غادي ندخله، لانه اولا مكلف، وثانيا يعني ما صراحة ما فكرتش، لانه بريفاد يعني بريفي، قلت انا ما عنديش امكانيات، يعني ما غنقدرش ندخل لهذا المركز هذا. وسبحان الله يعني الطبيب ديال بنتي هو كان ليه الفضل بعد الله سبحانه وتعالى اللي دخلت هذا المركز هذا، والحمد لله انا يعني فرحانه بالتعامل ديالهم، ويعني بالدعم ديالهم ليلي، وصراحه وكيفاش كيعاملوا ياسمين، وكيفاش يعني مقابلين الحاله ديالها وكيعتنوا بها، فالحمد لله على كل حال. والانسان كي ياخذ بالاسباب، والباقي على الله سبحانه وتعالى، هو الشافي سبحانه. المهم اليوم عندي موعد مع الطبيب ديال ياسمين، ومن بعد غادي ندوز ناخذ الكرسي اللي كنت الكرسي متحرك جديد اللي كنت طلبته، فخليكم معايا.
لله موعد الطبيب داز بسلام والحمد لله كل شيء على ما يرام، وياسمين غادي تكمل التريتمون ديالها، يعني الدواء ديالها غتكمل بها، وان شاء الله كنطلبوا الخير من الله سبحانه وتعالى. ودابا انا في الاورتوبيديا، وهو المكان او نقوله كمحل يعني اللي فيه يعني الاجهزه او نقوله المعدات والكراسي واي حاجه كيحتاجها يعني انسان معاق، يعني على حسب الإعاقة ديالو. جيت باش ناخد الكرسي ديال ياسمين اللي هو صراحة مجاني، لأنه هنا عندهم الحق يعني كل 4 سنوات يعني يغيروا الكرسي، ولا كان الكرسي يعني يوقع له شي حاجة مقبل أو تهرس أو شي ديفو فيه ولا، يعني كذلك عندك الحق باش تطلب كرسي آخر. المهم أنتم كتشوفوا الكرسي هو هذا الحجم، يعني شوية صغير على اللي كان عندها، لأنه بنتي ضعفت بزاف يعني طيحت بزاف مسكينة، والآخر الكرسي الأول يعني كبير عليها، والحمد لله هذا هو الوقت باش نغير الكرسي. كما كتشوفوا كرسي صراحة مريح، يعني مختلف شوية على الآخر بالنسبة يعني علاش كتكا ظهرها في هاد الخدية، علاش كتجلس. صراحة الكرسي مجانا الا هاد الخدية هادي اللي صراحة انا يعني ما دخلاش في السيغورو، كي كنقولوا ما دخلاش في التأمين الصحي. المهم ما عليناش، ماشي غالية بزاف، 30 يورو ماشي بزاف، والكرسي يكون الثمن ديالو تقريبا يعني 120 يورو او هكاك يعني، لكن هذا داخل في السيغورو، يعني التأمين الصحي هو اللي يعني كيخلصوا. المهم الحمد لله احنا جينا خدينا كرسي جديد. المهم انا صراحه ما غاديش نصبر، انا نجلسها فيه باش نشوف كي غادي تجي جلسه فيه، وهي عجبها هي صراحه. انا كنشوفه كرسي خفيف ويعني كتقدر تدفعه بسهوله، و المهم وعجبني هذاك علاش غتكا في دارها، يعني شويه عالي طالع، يعني غتكون يكون ظهرها معوض، وكنظن غادي تجي فيه ان شاء الله مزيان. المهم ها نتوما معايا، انا غادي نجلسها ان شاء الله فيه ونسول هاد البلاستيك اللي في الرويضه، وغادي ندشنو الكرسي الجديد ان شاء الله. الحقيقة هنا ذوي الاحتياجات الخاصة عندهم امتيازات، وعندهم يعني مساعدات ودعم من الدولة ومن وزارة الصحة بالخصوص، يعني ما بالنسبة للكراسي المتحركة أو أي حاجة يعني محتاجها شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان سرير كهربائي أو كرسي كهربائي، أو يعني حتى يعني نقوله مثلا الجهاز ديال السمع، وكذلك حتى النظارات، يعني هاد الشيء مثلا كيدخل في السيغورو، يعني على حسب الإعاقة ديالو. مثلا الناس اللي عندهم إعاقة من 33% فما فوق يعني عندهم الحق يطلبوا بزاف ديال الحاجات صراحة، وهذا يعني هذه حاجة يعني مشكورين عليها صراحة المسؤولين. أي شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عنده أوراق الإقامة، أو يعني أنا كنتكلم على الناس اللي يعني مقيمين هنا في إسبانيا، وعندك لا ترخيطة سانيتارية يعني بطاقة الصحة، ولا ترخيطة دي مينوس فاليديت يعني بطاقة الإعاقة، يعني عندك الحق أنك تطلب اي حاجه بغيتيها، كيف ما قلت لكم الكرسي متحرك، السرير، يعني بزاف ديال المسائل اللي كيحتاجها الشخص المعاق وعلى حسب الاعاقه ديالو. المهم هذا الشيء هذا يعني يقدر يطلبوه من الطبيب ديال العائله اللي هو الميديكو دي كابيسيرا، او لا السيرفي سوسيال، يعني الناس يعني الخدمات الاجتماعيه، او الطبيب المروض. و
كنزيد كنأكد أنه بطاقة الإعاقة يعني بالنسبة للناس اللي عندهم 33% فما فوق ديال الإعاقة، يعني هادو هما اللي عندهم يعني ميزات يعني أكثر، ويعني ويقدروا يطلبوا يعني بزاف ديال الحوايج. صراحة كنتمنى من كل قلبي يعني بحال هاد المساعدات هادي وبحال هاد الدعم هذا يعني يتعمم في كل العالم، وأي شخص عنده إعاقة يعني يلقى اللي يعني يمد ليه يد المساعدة، لأنه بحال هاد الناس هادو كيحتاجوا بزاف ديال المسائل وبزاف ديال المعدات وبزاف ديال الأجهزة. صراحة هي مكلفة، والله يحسن العوان، شحال من ديال الأسر ما يعني ما كيقدروش وما كيوصلوش الأبسط يعني الأبسط الحاجات، مثلا حتى كرسي متحرك ما كيتوفروش عليه، وهذا شيء صراحة مؤلم وشيء صراحة محزن جدا. فكنتمنى من السلطات وكنتمنى من المسؤولين يعني يشوفوا من حال هاد الفئات هادو ويعاونوهم على قدر المستطاع. بقدر ما انا يعني فرحانه مع بنتي، لكن ملي كنفكر انه بزاف ديال الناس يعني ما كيقدروش حتى يوصلوا الكرسي المتحرك وما كيقدروش يخرجوا من ديورهم لهذا السبب هذا، فصراحه والله ما شيء يعني مؤسف جدا. فكنتمنى ان شاء الله، ومره اخرى كنطلب يعني من المسؤولين ويعني يراجعوا نفسهم ويساعدوا هاد الناس هادو، وربي يكثر خير المحسنين اللي دائما كيكونوا سباقين للخير وكيوفروا الكراسي للعديد من ذوي الاحتياجات الخاصه. فشكرا لهم وربي يجازيهم كل خير. أحبتي إلى هنا وصلت لنهاية الفيديو، فكنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل وقربتكم النظام الصحي هنا في أوروبا وكيفاش كيعطي الاهتمام والدعم لذوي الاحتياجات الخاصة بغض النظر عن الجنسية ديالهم أو الديانة ديالهم. فشكرا لكم على المتابعة، وتحياتي للجميع.